ان احنا بنحب الرئيس، بنحب البلد وخايفين عليها، مش عايزين اي حد غريب يمسك البلد غيرنا. فالفكره ان انا اسست حمله اسمها مصر بتناديك يا جمال، فلقينا اقبال الشباب عليها كان كتير قوي والتوقيعات زادت عليها. فبعد التشاور اندمجت الحمله مع حمله مصر تتطلع لبدايه جديده للمديره بتاعتها الاستاذه مروه هدهد، وقررنا ننزل للشارع نلم اكبر عدد من التوقيعات عشان نجمع 5 مليون توقيع. احنا اطلقناها الاول على موقع الكتروني صوتك امانه، في خلال ساعات عمل 6000 توقيع، وبعد كده ابتدى الموقع يجمع توقيعات، ولقينا العروض جايه لنا من ناس كتيره في جميع المحافظات بتطلب تدعيم الحمله للنزول للشارع ولم التوقع. انا عارفه اقل من كمان مباراه كرش في البلد، عشان لو اسم الناس لو مات ابنه يمشي بلاد. لا وايد لا رافض منه، مش في الدوره دي حضرتك، اي حد ياخد حقه في الدوره دي، واحنا موافقين على جمال كشخص كفكر كشعب ان هو يغير من مستوى الشباب كلها، بس مش في الدوره دي، بلدنا مش متورثه. يعني انا حريص جدا حريص جدا ان انا اخد توقيعه برفضه، وده عشان يبقى الحمله اللي موجوده حمله فري بره، ان اي حد عايز يرفض احنا تحت امره كده. احنا كلنا مع جمال، مش عشان الاستاذ داكن، لا احنا عشان الراجل دوت شبعان، احنا لسه مش هيجي لنا واحد يسرقنا والعمليه اصلا مش مستحمله. يعملوا ايه بقى؟ لو قلنا حاجه من جبوننا، لو في مشروع اي حاجه من جبوننا بيساعدونا في العيال، احنا عاملين حمله لتأييد السيد جمال مبارك لترشيح رئيس الجمهوريه. لو الست الرئيس ما قدمش ترشيح، بنجمع توقعات الحمله دي على مستوى الجمهوريه، اول ما نزلناها نزلناها في منشيه مصر. كل الناس بتتجاوب معانا، لان طبعا هم حابين الموضوع دوت، وكله عايز الرئيس او السيد جمال مبارك، لان هم خايفين على البلد بره. فكر جديد، هو مطلوب طبعا، مطلوب التجديد طبعا، الفكر الجديد مطلوب طبعا، بالذات في شعب مصر، شعب بيحب التجديد جدا. اللي بيدعم المنطقه دي الاهالي، كل فرد من افراد المنطقه بيدعم المنطقه بتاعته، بيعمل التوقيعات دي. حمله جميله جمال مبارك. بتاعت مبارك، ايوه، من يصلح بقى ربنا يزيده يعني، ويصلح اكتر واكتر، ما كان الناس كلها موجوده يعني. عايزين نجمع 100,000 توقيع من منشيه مصر والجماليه. حتى الان مجموع التوقيعات في منشيه مصر 6800 توقيع في 3 ايام.